السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريح لقناة الرابعة للكابتن عدنان درجان رئيس اتحاد كرة القدم، كثير أمور اتطرق لها، ما بعضها أو أغلبها ما مختلفوا يا بيها، وحتى لو مختلفين يعني نجاوزها. طموح أن يكون العراق بضمن المركز 30 فريق حسب التصنيف ورابع آسيا، وهاي ما نختلف ويا ابدا، وطموح نحن حتى نصير المركز الاول، حتى مو الثلاثين ولا حتى الرابع على اسيا، اذا على الطموح كل احنا نطمح. لكن انا اتحدث عن فقرة انه الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مساهم رئيسي في رفع الحظر عن اللعب بالعراق. هذا التصريح الكابتن عدنان درجال واضح واضح هو ارضاء وجبر خواطر وتكسب للاستمرار برئاسة الاتحاد والحصول على دعم سلمان ابو ابراهيم الى شخصيا وليس للكرة العراقية. سلمان ابو ابراهيم ابن ابراهيم كل احنا نعرف ما يحب العراق ولا يتمنى العراقي يكون اللعب به موجود، وهو بالمناسبة أعتقد افتتاح خليجي أو غير بطولة، ما أعرف هي خليجي لو قبلها بطولة البصرة الرباعية، ما حضر بالافتتاح. يعني معروف سلمان وقلنا ما حضر بالافتتاح بشكل غريب، رغم أنه يحضر مباريات أقل من عندها مستوى باقي المنطقة. يعني سلمان بن إبراهيم وحكومة البحرين بهاي السنوات معروفة أنه ضد العراق، فليش نبالغ؟ وليش يا كابتن عدنان درجال يا أخي ما مضطر تقول هذا الشيء؟ إذا إلك مصلحة مع شخص وإحنا يعني داعم، أنا لا يعني من ضمن الناس اللي داعمينك ونحبك كلاعب سابق وكرئيس اتحاد خطواتك زينة، بس لا تخلي مصلحتك على حساب كرامة ومصلحة العراق. هاي اتبعها غيرك وفشلوا، فأنا أتمنى تبطلونها. هاي سلمان ابن إبراهيم لا يحب العراق ولا يحب اللعب بالعراق، ويتمنى بل هو سيسعى إلى إعادة الحظر بالعراق. فأنت ما مضطر يا أخي، ما مضطر ما مضطر، وإذا عندك مصلحة ويا يعني روح سوي له مناقب، بس مو على حساب العراق، مو على حساب الواقع. لا تقزم العراق بحيث يكون شخص مثل سلمان ابن إبراهيم سعى لرفع الحصار أو الحظر عن العراق. وتذكير لك يا كابتن عدنان درجال، أكو شخص بأيام عبد الحسين عبطان من كنت أنت بقطر، هو اللي سعى لرفع الحظر عن العراق والجمهور العراقي يتذكره، بس أغلبها رايح ويا التيار. ولما إيران ومساعدة سلمان بن إبراهيم بأيام انتفاضة تشرين ما قبلوا يلعبون ببغداد، وبعدين استغلوا الموقف في الاتحاد الآسيوي والفيفا ونقلوا اللعب عن بغداد، وبعدين رجع لأنه انتهت انتفاضة تشرين. على فكرة مو يعني مع احترام أنا أقول جهودك وكثر الله خيرك، بس هي الحقيقة كذلك أنه انتفاضة تشرين انتهت، يعني هو كان حظر مؤقت، هو منع اللعب وليس حظر كامل لأسباب الانتفاضة انتهت، فزالت الأسباب لأنه كان مرفوض. الشخص اللي سعى بأيام عبطان وموجود فيديو لما قال الحظر على العراق خلص انتهى وإحنا راح نرفعه، اللي هو المستشار تركي آل الشيخ اللي كان رئيس الهيئة الشباب الرياضة السعودي وقتها، وروحوا لتصريحه وبوجود أيضا عبد الحسين عبطان وزير الشباب كان من عندها الرفع الحظر. يعني السعودية هي اللي ساعدت العراق وليس يعني سعت بنفسها بوحدها. طبعا العراق هو اللي سعى أيام عبد الحسين عبطان، وهاي كلها بجهود الجيش والحشد والشرطة، يعني هاي جهود أبنائنا هو صار الرفع. الأمان جابوا الجيش والحشد والشرطة الاتحادية يعني تمام، ومساعدة القوات الصديقة للعراق. فمن صار الانتصار وكان تحت رئاسة رئيس الوزراء المحترم السابق حيدر العبادي، دكتور حيدر العبادي، صار السعي لرفع الحظر. السعودية ساعدت العراق وبتكليف من ولي العهد السعودي الأمير سلمان، الأمير محمد بن سلمان، كلف المستشار التركي آل الشيخ وقتها رئيس الشباب والرياضة السعودي، وساهموا
وهذا الرجل كان الأول اللي ساعد العراق في رفع الحظر. لما صارت انتفاضة تشرين من ضمنها إيران رفضت تلعب بالعراق لأن كان يعني ضد الشعب شوية مو زين وياهم، تعرفون هاي التدخلات الحكومة الإيرانية التحريض ضد الانتفاضة، فاتحاد الفيفا يعني وتحريض من سلمان هذا اللي تمدحه نقلوا لعبة العراق لعمان، وبعدين الفرق هم ما اجت، وبعدين انتهت الانتفاضة وانتهى كل شيء، فالعراق صار آمن. من جيت انتم قلتوا لهم يابا رجعوا للعب، ورجع الاتحاد الدولي للعب، فسلمانك هذا لا إلى دور ولا شيء، بالعكس سلمانك يتمنى ما يصير اللعب بالعراق. فتحياتي لك كابتن عدنان، متفق وياك بكل النقاط اللي ذكرتها بلقائك، بس الله يرحم والديك، شغلة سلمان ابو ابراهيم ما تقنع ربع عراقي انه سلمان يتمنى الخير للعراق. والله يخزي كل واحد ما يتمنى الخير للعراق ايا كان.